كيف احنا اكبر منافقين في الدنيا، كانوا يطيحوا له ويسبوا عليه وضربوه بشوف. عمي صراحه يعرفني بالك شيخ، هذا روح شيخ خاصني انا الى رحت تخلي فيه انا معك دالي روح انت وفهم الشعب هذا شريك، يطيحوا له قبيل وضربوك ها ما فهمنا والو على بالك. احنا الفريق الوطني له الدعم وعم يحاولوا يحطموه في بعض العناصر الداخليه ولكن جايه ما هاك وقيلة جهزني وقيلة جهزني حبيبي مانيش متحمس. يا أيها المشاهد الجزائري أنا مانيش متحمس، كأس إفريقيا في الجيب وكأس العالم في الجيب بالرغم من الصعوبات، حنا ندو كأس العالم وش السلام عليكم. سمعت بلي أنه ديجا قلتها لكم في الفيديو اللي فات بلي أنه الجزائر باغا تعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رونار. هيرفي رونار مشاو الجزائريين في عنده في الحساب ديالو انستغرام تيحطوا ليه داك العالم الجزائري، الدرابو ديال الجزائر، زعما جي درب المنتخب الجزائري. ربما اشنو بان لكم نتوما، واش يقدر هيرفي رونار يجي يدرب الجزائر؟ وسمعت بلي انه باغين زيدان، زين الدين زيدان حتى هو باش يدرب المنتخب الجزائري، واش ممكن يجي زيدان يدرب في الجزائر ولا هيرفي رونار ولا السميات اللي غادي يكونوا؟ انا حيتاش سمعت هيرفي رونار ولكن رونار عنده شاد المنتخب الفرنسي النسوي، شاد ما نظنش غادي يجي. زيدان حتى هو ربما ما يقدرش يجي، ربما انا قلت الله اعلم، ولكن ما عليناش. داكشي علاش في هذا الفيديو غادي نسمع واحد السيد حتى هو تكلم على هذه القضيه جزائري. واخا نسمعوا شنو قال نشوفوا نيت واش هضرته صحيحه، لان انا تفرجت في الفيديو لقيت كلامه منطقي، عنده الحق، لانه قال لك بلي انه مدرب اللي خاص الجزائر خصو مدرب اللي عنده عقليه جزائريه ماشي عقليه اوروبيه تجيبو للجزائر. قال لك مثلا بحال زيدان راه ما يجيش لك الجزائر، لانه قال لك كلشي كيتحكم في المدرب، قال لك هالمحللين في جهه، الشعب في جهه، المسؤولين في جهه، كل واحد منين تيتكلم، ماشي مدرب جايبينو ينساوه، لا كلشي تيتدخل، المحللين شي غادي معاه شي ما غاديش، كما داروا بالماضي النص باغي والنص ما باغيش. المهم ما عليناش، ماشي هضرتي هادي، انا ماشي هضرتي، تجي عاوتاني بدا تسب فيا. هو ولد بلادك اللي عارفكم، هاو سير حيده سير سبو ولد بلادك، تجي عاوتاني بدا تسب فيا انا، ما بغينا نعرفوا المدرب ديال جيراننا، من حقي نعرف المدرب ديال الجزائر شكون هو غادي يكون، ولا ماشي من حقي، من حقي صح تمالك صاحبي، غادي تفرقع قلبك صاحبي بشويه هادي، سب عاوتاني صيفت عاوت ليكيب، علاش راكو تبيعو في الاوهام؟ علاه يا اخو نجيبو زيدان، نجيبو غوركيف، نجيبو هيرفي رونار، لي باج يهضرو خلاص. هيرفي رونار قال انا الجزائر احبها في القلب وحلمي نجي نحكم الجزائر، علاه يا اخو لي باج كاع يهضرو كونتاكتيوه، يعد غدوه من داك يخرج هيرفي رونار يكتب تويت يقول لهم فوالا مو شو سو كونتخا فيك ليكيب دو فرونس، فوالا سمحوا لنا جو بو با فينيغ، علاه تمسحوا بينا الله؟ انا نطلبوا حنايا، علاه يا اخو؟ واحد يقول يبيع في الاوهام الغاشي، كاين ناس ما تعرفش وهما يقولوا لهم جاي زيدان، نجيب باش تجيب زيدان يا اخو؟ شكون راح يجينا؟ شكون راح يجينا مور ما كابيتان ديكيب جاي يصفق الغاشي ويقول لهم سمحوا لنا تيروا عليه بالقرع؟ اي بورتون راحوا غير الناس زعما انفلونسور وراحوا غير كذا الناس اللي زعما محترم تيريو بالقرع، كابيتان ما يقدرش يهضر خايف، كابيتان مستريسي، لونترينور سبوه سمانة كومبلي طيحوا له ثلاثة لي ماتش سبان عياط طياح، مير جوار دو توليطون تاع ليكيب ناسيونال طياح سبان، شكون جوار اللي حيزيد يجيك مور ما عاملنا مير جوار تاعنا هكذاك، مور ما عاملنا مير لونترينور تاعنا هكذاك، شكون لونترينور اللي حيجي يخدم لك؟ يجي زيدان، وين يجي؟ ما يجيش زيدان وين يجي زيدان؟ يجي زيدان باش كونفيرونس دو بريس واحد يهضر اي ونت تو سبيك وذ رياض محرز وبلوكا ومن بعد كملها بالعربيه اتحدث عن رياض محرز وكذا، بعد لونترينور يشوف الناس تضحك ومن بعد يريبوندي له، باش نريبوندي لك هو يضحك
هاوي للصحافي هذاك. انا كل احتراماتي للصحفيين، كاين ناس تعرف تخدم وخدمتها نقيه، مي كاين ناس يا خو تبهديله، واحد يبوزي في كيستيون، واحد يصوني له التليفون، واحد مع واحد يصوني يسقسي كيستيون تاع ماتش تاع الارجنتين مع البرتغال، يسقسي على الجزائر واش رايك في الجزائر، واش دخلهم، علاش سقسوهم واش رايكم في الجزائر، علاش ديروا في البوز هذا زعما تبهدلوا بينا، لا على واحد زيدان او جاي وزوين يجي زيدان بريمير ريبريزونطون تاع اديداس مير جوار دو تولي طون دي ليكيب دو فرانس مير انترينر في التاريخ تروا تشامبيونز ليغ دافيلي، وين يجيك يجي زيدان مور ما شاف هادشي هذا، ولا زيدان يجي يخدم بوركينا فاسو وشاب يدير عليه بالقرع، سمعنا سمعنا يحطوه في الهداف يبداو، ماشي كي زيدان انت دير علينا لا لوا والشعب يولي يطيح له، ويا زيدان روح يرحم مالديك. انا شفت واحد الفيديو تاع واحد الانسان يا بالماضي الله يسجيك والله يعطيك الخير انا معاك امين موراها، يا بالماضي الله لا تردك بالماضي راح والارجلي إلي مينت وصلتوا شكون باغيين دوكا الشازا ما بيتكرر الشعب في بالماضي، بالماضي وطالب بمبلغ 7 ملايين اورو حقه، ومن بعده حقه حقه ومن بعده شوفينا تاع الارجلي اللي مصرفوا عليها الملاير شركات سوناطراك وهي بروك وهذه الملاير جوار جوار واحد ما مدتهاش ليكيب ناسيونال هذه ما جاتكمش، بالماضي يطلب حقه بالماضي او مو جاب الارجلي طلع علم تاع الجزائر وفرح الشعب الجزائري يدي 7 ملايين ولا 10 ملايين اورو ولا 180 اورو وراه وراه بروبليم، وين راه البروبليم؟ كاع في شو الجزائر بكي منين عرفها انايا من 62 باقا راه حالو في كاع القطاعات في كاع المناصب اللي يجي يدي ماشي 7 ملايين اورو اضعاف المضاعفه الملايير، ها كونوا كوم رجال وهضروا عليهم ولا جيتكم غير في بالماضي، بالماضي يطلب حقه باش يطلب حق الشعب، تروح ناقش حق الشعب نعرفوا شكون ده حق الشعب ما داش بالماضي، نعرفوا شكون دابسها، انتوما رخاص ما تقدوش تهضروا، انتوما رخاص صحافات العار والحسادين وما تقدوش تهضروا، باسكو شكامين كاش كاك 100 ما تقدوش تهضروا، بون زعما دركا بالماضي صار كي طيحتوه فوتوا عليه خدميه هبلتوه السيد هبلتوه السيد هبلتوه، سير جاب كوب دافريك كلمة وصل حتى قال لكم غادي كوب ديمون حطمتوه سوا كي غادي كوب ديمون بصح كاين الناس داوها تاع بصح ركراكي تاع المغرب قال لهم واه ضحكتوا على بالماضي غادي ندي كوب ديمون ولا ما درتش في قطر نسي ونسي حتى نديها باسكو لي زافريكا عندنا قدرات بصح انتوما بالماضي كي قال حطمتوه طحتوا عليه هبلتوه شامي بحياتي اوترينير يربح هبلتوه هبلتوه انتقاد 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 دروك كي حطمتوه حطمتوه لارجيري راكم باين زعما الشعب يكرهه 7 ملايين اورو يدي 7 ملايين اورو ويدي كثر يدي كثر كونترا تاعها هذه هي الديكتر يا الزريعه مرات تفو عليكم كاع نتوما رجال كيما سمعتوا الفيديو اش بان لكم كتبوا لنا الاراء ديالكم في التعليق واش زيدان يقدر يدرب المنتخب الجزائري واش هيرفي رونار تا هو واش ممكن يجي يدرب في الجزائر ولا اش من مدرب اللي غادي يدرب الجزائر ولا اشنو هما الاخبار اللي غيكونوا من هنا للقدام الى وصلتي هنا ما تنساش المتابعه تحياتي خوتي الجزائريين ما تقلقوش كلشي جاي في الطريق مازال تشوفوا تهلاو.